بين التجميل والتشويه 12 سنة توب بانويات عم تشوفون مشاهدينا خاصة بلبنان طبعا على الطرقات وعم تشوفوا سبوتات أيضا على التيفيات وهي حملة توعية عم تقوم فيها جمعية أطباء الجلد بالتعاون مع أشخاص كثير منهم وزارة الصحة نقابة الأطباء وجمعية جراحي التجميل. شو الهدف من هالتوعية؟ لمين موجهة؟ وشو هي الأسئلة اللي لازم نطرحها على حالنا قبل ما نعمل أي عملية تجميل حتى لو كانت عملية يعني صغيرة؟ وعند مين لازم نتوجه ومين الأشخاص المختصين؟ هذه الأسئلة كلها رح نطرحها على دكتور داني توما وهو أخصائي أمراض جلد. دكتور توما صباح الخير. بونجور ناتيا. مش أول مرة بنكون سوا بكلينيك، عادة بننقي موضوع بيتعلق بجمال الجلد، اليوم موضوع عام أكثر. ليش حبيتوا تعملوا هالحملة التوعية؟ في شيء جديد غير التشوهات العادية اللي بنشوفها مرات؟ تكمل السلوغان اللي بلشتي فيه، بنكمل بعد بين التجميل والتشويه 12 سنة طب، الطبيب المختص ضمانتك، لأنه هيدي بصراحة هي الضمانة. صحيح. الطبيب يلي بيدرس عشرات السنين وبيتخصص بموضوع معين وبيكون عنده الخبرة بتنفيذ العلاج، بالخبرة بالمشاكل يلي ممكن تصير، الخبرة بتفادي المشاكل، الخبرة بمين الشخص المناسب يلي بيناسبه العلاج أو العلاج الثاني أو العلاج الثالث طيعت النتيجة اللازمة بالسلامة اللازمة. هذا الموضوع الحملة. اليوم صار في كتير تجاوزات، صار لها سنين، بلشت مع الحروب وبعدين الاغتيالات، وتم يمكن الغض النظر عنها لانه كانت يمكن صغيره منيم قدام اشياء ثانيه منيم، بس هلا صارت تفاقمت كثير وصارت موضوع مثل كانه عادي انه الناس بتروح بمراكز مشبوهه او عند غير الاطباء بالخالص يعملوا علاجات تجميليه. في انستيتيو، في صالون للشعر بيعملوا فيلينج، في كثير ميزوثيرابي، هذه علاجات تجميليه بحته، في لها كود بنقابه الاطباء لازم تنعمل من قبل الاطباء، واذا مورست من غير الاطباء هيدي صارت بنسميها شارلاتانيزم. انا برايي صار في باناليزاسيون للموضوع، يعني قد ما حاولوا يعملوا دعايه ويسهلوا انه فيك تبيني اصغر، فيك تبين احلى، وهيدي العمليه عمليه بسيطه وما بدها بنج وما بدها هيك، صار بين كانه واحد رايح يحط شويه كريم على وجهه فبيروح وبيعمل هيك مثل الميك اب، بس هي اكيد مش هيك كتير. اكيد كل الناس، ما في شخص بلبنان ما بيعرف حدا عم بيعاني من مشكله جلديه من اثر أوكي. علاج هيدا كان سؤالي، شو هن المشاكل ممكن واحد يعاني منهم اذا راح على محل او عند شخص غير مختص وقام بهال العلاج الغلط؟ اذا عمل لشخص العلاج الغلط معناتها نتيجه غلط. اذا البرودكت يلي استعمل نوعيته سيئه فيه يتفاعل ويعمل مشاكل، يلتهب او يعمل انفكشن ويشوه الشكل. اذا الليزر يلي استعمل ما استعمل بالدقه اللازمه ممكن يخلي اثار، حروق، علامات، أو ممكن الشخص يدفع مصاري على الفاضي وما ياخذ نتيجة. ممكن كثير أشياء تصير، وأوقات ما بتبين بالأول، بتبين بعد سنوات، أول كم شهر، أول كم سنة، والله هالبرودكت يلي انحقن الفيلر أو البوتوكس الرديء ما عمل شيء، بعد كم سنة بيبين، وقت يمكن وقت يروح عند الطبيب المختص ينعمل لهم علاج، هو هالمريض ما عمل شو عاملين، ما عارف شو عاملين قبل، بيتفاعل البرودكت القديم. بتبين المشاكل. انا على طول بسال انه ليش حمله التوعيه بتكون موجهه للناس اللي هن ما عندهم يعني باك جراوند، ميديكال باك جراوند، لحتى يعرفوا عند مين بدهم يروحوا ومين مختص يعمل شو؟ ليش ما بيكون في قوانين صارمه انه هيدا النوع من لنقول فيلرز بس يستعمل، هاي النوع من طبعاً الماشينات، هيدا الشخص بمشيها اتسترا؟ طبعا في مع هالحمله يلي موجهه للعموم مثل ما هي موجهه للناس يلي هن عم يمارسوا هالعلاجات وما لازم يكونوا عم يمارسوها، مثل ما هي موجهه للاطباء كمان، في بالموازات في قوانين عم تنشغل وفي توضيحات عم تنعمل، وهيدي اشياء بتاخذ للاسف كثير وقت لانه معقده وفي لجان وامور من هالشكل، بس في التزام كثير قوي من قبل الجمعيات، من قبل نائب الاطباء البروفيسور ابو شرف، من قبل وزير الصحه الاستاذ علي حسن خليل، يلي كثير كثير متعاونين بهالموضوع حتى يعني واخيرا يكون في قوانين واضحة، صارمة واضحة، والناس تصير تعرف، يعني يكون اول شيء الناس تكون عارفه مزبوط من خلال هالحملات، من خلال قوانين تكون موجوده بالمراكز وعند الناس اللي عم الحكمه اللي عم يعطوا هيدا، او المراكز التجميل يكون مكتوب عندهم انه شو ما قادرين يعملوا حتى الناس كمان تكون واضحه عندها. والطبيب اللي اذا بدي استعمل الكلمه اللبنانيه يعني هيك الفلجير شوي اللي بتقول بخبص، انه الطبيب اللي كمان ممكن هو يجري عمليات وتعمل تشوهات من ورم وانفكشنز وغيرها خاصة بالوجه، وهيدي الأشياء بنشوفها كثير. الطب منه سحر، والطب على طول فيه ريسك
اشتراكات كومبليكيشنز بنسميهم. الطبيب المختص الريسك عنده بيكون بالحد الادنى، الطبيب اللي منه متخصص بتلاقي الريسك عنده صار كثير اعلى، وفي اطباء اوقات متخصصين بتلاقي التشويس اللي بيعملوه ببعض الانواع الفيلرز بتكون ارخص يمكن يوفروا على المريض او يوفروا بشيء ثاني ما بنعرف ليش، ممكن بيلاقوا انه البرودكت منه منيح، واوقات بيطلع برودكت جديد وبينعمل له دعايات وبينعمل له اشياء كثير مهمه، بيطلع بعد سنه او سنتين البرودكت ما بيسوى بيعمل تفاعلات، وهون كمان الطبيب المختص فيه وعنده قدره يعرف انه لا نحن بننطر، ويكون عنده قدره يفوت على الدراسات يلي انعملت حتى مش بس يسمع كلمه البياع يلي المؤسسه اللي عم تبيعه البرودكت، يكون هو قالها لهالمؤسسه لا هذا البرودكت انتم بعد بكير تسوقوه، طولوا بالكم انا ما رح اخذه هالبرودكت، انا بفضل حتى ما تسوقوه لانه بعد ما في دراسات كافيه. وهيدي من الريجوليشنز اللي عم نشتغل عليها. هي مسؤوليه الطبيب وضميره بالنهايه طبعا. بدنا نشوف السبوت اللي عم يرافق هالحمله على التي في. طبيب متخصص بامراض الجلد، تجميل مثل البوتوكس، ليزر وزرع الشعر عم بيحسن مظهر الناس وثقتهم بنفسهم، بس انتبهوا مين ما كان عم بيمارس التجميل والناس ضايعه، هيدي اعمال طبيه دقيقه وما بيجوز وحتى ضد القانون غير الاطباء المختصين يمارسوها. طبيب المختص بيعرف أي علاج الأنسب والتقنية اللازمة وفي يمنع من المشاكل اللي ممكن تنتج وإذا صارت يعالجها. صحة جلدتكن بتجمل حياتكن، ما تسترخصوا فيها. ولا شك انه هيدا موضوع ما بيسترخص فيه ابدا، فيك تسترخص باللي بدك الا بالصحه، بس مش بالصحه اكيد. شو لازم واحد لنكون براتيك والناس اللي عم تسمعنا يعني كمان تاخذ معلومات وتستفيد دكتور توما، اي اسئله لازم نسالها لحالنا لنختار الطبيب المختص انه نعمل هالعمليات التجميليه؟ اي علاج تجميلي بنصح بالاتجاه للطبيب المختص يلي هو عاده او طبيب جلد او جراح التجميل يلي يعني مرخص له بالتجميل. اوكي، غير الاطباء في كثير من غير الاطباء يلي عم يبلشوا يمارسوا هالعلاجات، يعني ما فينا نستنظر انه ياخذوا الناس يمكن نفس النتيجه لانه ما في الخبره، ما في الوقت اللازم. اليوم بكل المؤتمرات الحكمة معروض عليهم انه يتعلموا كيف يعملوا بوتوكس، يتعلموا كيف يعملوا فيلرز، بس هي مش بس قصه تكنيك، قصه خبره، قصة علم، قصة سنين، قصة آلاف الحالات يلي بتنعمل لوقت ما واحد طويلة. يوصل لوضع معين، وقصة انه واحد يكون دارس الجلد، يعرف الجلد من شو معمول، كيف بتفاعل، شو مكوناته، مش بس انه اخذنا ابره وعرفنا وين نشكها وقديش نشك، اكيد اكثر بكثير من هيك حتى ناخذ النتيجه اللازمه ونكون عاملينها بشكل سليم. هالمراكز يلي عم ينراح عليها، طب هل يا ترى وقت الشخص بيروح على المركز هل في طبيب مدير لهالمركز؟ وهالطبيب لازم يكون طبيب مختص بالعلاج يلي عم ينعمل، يعني اغلب الاوقات ما في طبيب لانه هل المراكز عم تاخذ الترخيص من وزاره الاقتصاد ما عم تاخذ من وزاره الصحه، هاي شغله عم يشغل عليها، يعني لازم المراكز يلي بتعرض عمليات وعلاجات التجميل تكون مرخصه من وزاره الصحه مش الاقتصاد، ويكون فيها طبيب أو طبيب جلد أو جراح تجميل مختص بالعلاج اللي عم ينعمل. في عنا مثال على الخط، في ست حابة تخبك كمان يعني هيك بتضيف على الحمل التوعي اللي عم تقوموا فيها. ليلي صباح الخير. ألو بونجور. بونجور ليلي، خبرينا شو صار معك. بنتي من ثلاث أيام هيك حرقت إجرة وقعت عليها مي سخنة. نعم. فعملت هيك مثل بقبوقة، بقبوقة هيك يعني على الرقم. اوكي. فناس بيقولوا انه لا لازم نحط لها هي كل يوم، ناس بيقولوا لا انه خليها هي لحد تقشع. تقلش يعني. حقول لك ليلي، هتتصلي فينا بعد الهوا دغري دكتور توما بجاوب على سؤالك لانه اليوم موضوع اللي عم نحكي فيه شوي موضوع ديفيرون، سلامه قلبه ورح يجاوبك دكتور توما بعد الحلقه. دكتور توما لما بنقول انه فينا بدنا نطرح اسئله على الطبيب المختص، هون عم نحكي عن اي انواع من علاجات الجلد؟ انا بسميهم عمليات بالنسبه لي اذا ابره فاتت يعني عمليه. عم نحكي من اكيد متى ما ابره فاتت صار بدها طبيب. يعني عم نحكي من ابر البوتوكس والفيلرز، عم نحكي على علاجات الليزر خاصة الليزر يلي بيقشر. يعني اليوم أكيد أغلب الحكمة ما بقى يعملوا علاج الليزر للشعر،
بس اغلب العلاج الليزر للشعر لازم ينعمل تحت اشراف طبيب أحسن. مختص وموجود مش طبيب مش مختص او طبيب مش موجود بالمركز. زرع الشعر عم نشوف انه كل في كثير انستيتيو بيعملوا زرع الشعر. زرع الشعر عمليه جراحيه كثير مهمه وفيها خطوره، يعني الحكيم يلي عم يمارسها لازم كمان يكون عنده هالاختصاص ويكون عنده اختصاص جراحه جلديه او جراحه تجميليه. شو في ريسك هون انه ما يزبط العمليه ولا في انفكشن نزيف؟ في ريسك اشتراكات من البنج الموضعي، وحتى يقدر ينعمل زراعه شعر لازم يكون في كميه كثير كبيره اذا مش هائله من البنج الموضعي حتى المريض يقدر يتحملها، وممكن هيدي تعمل مشاكل للقلب او الرجي او اي شيء. ما عمليه سهله يعني مثل ما بيصوروها البعض. اكيد هلا صار في لها تسهيل مثل كل العمليات التجميليه، تسهلت كثير بس ما تسهلت لتصير الست البيت تعمل. صاروا بعدهم تسهلوا ينعملوا بشكل امن وحلو من قبل الاطباء. وطبعا حتى لو عم تنشيل الشعره من ورا شعره ما عم تنشيل ميات اذا مش الاف الشعرات من خلف الراس، هيدا ما معناتها بطلت عمليه بطلت جراحه، بعدها جراحه بس جراحه مينيماليست. بنلاحظ هذا الشيء كمان بالادويه اللي حدا بيوصف لحدا دواء خاصه للجلد وللبشره وللبيلينج، حدا بيوصف لحدا دواء وحدا بيستعمل دواء بيؤدي الى التشوه او بيعمل رد الفعل العكسي. لذلك الطبيب بيكون عارف شو الجلده وشو الدواء المناسب لها. تنرجع للمراكز ناديه، يعني هلا في كثير مراكز عم تجيب اطباء من الخارج. طيب الشخص لازم يعرف انه هالطبيب يلي جاي من الخارج لازم يكون له ترخيص من النقابه ومن وزاره الصحه تقدر يشتغل. اي في كثير بتعرفي اطباء لبنانيين بيسافروا على الخليج وعلى افريقيا واوقات على يوروبا يمارسوا مهنتهم بفترات معينه. نحن كلنا بنخضع لقوانين كثير صارمه تنقدر ناخذ التراخيص برا منا اسرع من غيرنا، في ناس اكثر من غيره. بس الحكيم اليوم بلبنان بيجي على لبنان معه شنطه معه اغراضه بيعالج وبيمشي بلا ما حدا بلا ما يمرق على وزاره الصحه بلا يمرق على ياخذ ترخيص. شو عمل علاج ما بنعرف، شو مسؤوليته ما في مسؤوليه، بياخذ مصاري باهظه من الناس بلا ما اوقات بدون نتيجه معروفه وبلا ما لا سمح الله يكون صار في كمان مشاكل. سمعنا بكثير مشاكل صارت نبل اطباء اجوا من برا وما عندهم ترخيص يعالجوا بلبنان، حتى لورك شوب حتى ليعلموا ناس جروب اطباء او شيء لازم يكون لهم ترخيص ولازم يكون في علم وخبر ويكون لهم مصداقيه ومعروفين هن بالخارج طبعاً. شو يعني؟ طيب بدي اسال كيف هالحمله رح تتبعوا؟ بلشتوا ببانويات بسبوتات بلشنا بالبانويات عندنا لاخر الشهر تشريعات بانويات بي على الطرقات السبوت هون نتشكر وزاره الصحه يلي دعمتنا والتلفزيونات منهم الام تي في وكل التلفزيونات بلبنان عم يفرجوا هالسبوتات يعني كذا مره باليوم من هلا لاخر الشهر ونتمنى انه يفرجوهم بالبرايم تايم شوي اكثر يمكن قبل الاخبار ديورينج الاخبار خاصه مع كل هالاخبار الموجوده هلا لحتى الناس يشوفوها لانه هيدا بعتقد مساج كثير مهم. بدي اسالك يا دكتور توما في سؤال لتحت الهواء بيقول لما الست او الرجل بيتعرض للتشويه لسبب او لاخر مين بيقدر يلاحق وكيف مين المسؤول؟ في وقت هالتشويه صار من قبل طبيب عنده مرجعيه اللي هي النقابه. طبعا مثل ما قلنا قبل الاشتراكات يلي ممكن تؤدي لتشويه ممكن تحصل بيد اي طبيب بس لازم تكون كثير نادره، بس اذا صارت وما كان في علاج لها مثل ما لازم او المريض متابعه ما في متابعه في مرجعيه للطبيب في مرجعيه يلي هي النقابه يلي هي وزاره الصحه. المشكله بالمراكز الثانيه يلي ما فيها اطباء انه ما في الا وزاره الصحه الناس تقدر تروح تتشكى هنيك وتقول انه انا صار عندي مشكله انا صار عندي هيك وساعتها قصة تطول. حتى اذا نقبت الاطباء عم نحكي عن شغل يعني في موضوعين انا بحب اعمل محامي الشيطان بكثير محلات بس لحتى نوصل للناس لشيء. اول شيء انه هذا الموضوع موضوع الماشينات والعمليات الصغيره اللي اعتبروها يعني مينيم صار في عليها بوليميك بفرنسا وقفوا مجموعه كبيره من الماشينات بالانستيتيو ورجعوا رجعوهم حكينا فيها بفرنسا طلعت منع لكثير اجهزه من يلي بتدوب بالدهون من يلي بتشد الجلد من الليزر يلي بيساعد بالدهون تراجعوا عنه لموضوع تدويب الدهون خارجيا وبس ضلهم على الميزوثيرابي. كثير من اللبنانيين ما بيعرفوا التفاصيل فكثير انستيتيو بيستعملوا هالحجه انه بفرنسا ولبنانيين
في شيء مزبوط في شيء غلط، يعني في اجهزه ظلموها، في اجهزه ما انظلمت، وفي الميزوثيرابي توقفت بفرنسا، وبعتقد يعني حتى اشعار اخر لازم تضلها متوقفه. بدي احكي عن بوليميك، وفي اجهزه تدويب الدهون يلي عندها FDA approval اللي هي توقفت كمان ولا رجعت موجوده على الماركت. في فرق اليوم بالاجهزه بين الأجهزة اللي بتطلع من أمريكا اللي عندها الـ FDA approval، وهيدي الناس لازم تسألها، هل يا ترى هيدا عنده الـ FDA approval؟ الـ FDA كتير صارم بقوانينه بالنسبة للأجهزة، وحتى أوقات مع الـ FDA بعد كم سنة بيطلع أو بعد شهر بيطلع أنه في مشكلة، الـ FDA بتوقفه. بينما الـ CE اللي هي العلامة الأوروبية منا صارمة أبداً، ولذلك مثلاً بيطلع أجهزة أوقات بتاخد السي اي ما بتقدر تاخد الاف دي اي، لانه الاف دي اي المستوى تبعهم كثير اهم وصار مين اكثر. مثلا البي اي بي طلعت بوليميك، البي اي بي هلا البريست امبلانتس يلي بلشوا حطوا نوعيه كثير منيحه فيهم، اول ما اخذوا السي اي نزلوا النوعيه ومع الوقت صار فيها هالمشاكل، هيدي ما كان عندهم الاف دي اي، الاف دي اي ما كانت سمحت فيها. لذلك بالاجمال الاجهزه الاخت الاف تي اي والعلاجات الاخت الاف تي اي هي ضمانه، يعني هي وحده من الاسئله الواحد لازم يسالها عن حالها. ختاما بس لهالحديث كله، خلينا نقول انه يمكن طبيب التجميل مش بس طبيب، يعني مش طبيب الجلد، طبيب التجميل يمكن عنده اوبليغاسيون دو مويان او بحاول قدر الامكان يعمل النتيجه الافضل، بس بالنهايه كل طبيب لازم يكون عنده ضمير طبعا ويعطي الاحسن، واللي غير مختصين ما ياخذوا ريسك، لانه مش بس بينزعوا اسمهم بشوهوا ناس كمان. طيب. بدنا نقول لكم جود لك بهالحمله، نحن متابعين لكم على طول بالام تي في على امل انه تكون نتيجه جيده وايجابيه. ستيفاني بونجور، صباح الخير. اكيد انت مبسوطه، أنا دكتور كمان توما شفت دكتور توما ضيفنا اليوم، انت اكيد مبسوطه. ايه وشفت هالحمله امبارح كثير حبيتها على التالي، لانه شفت كذا شخص انه عم بيروحوا عند ناس منهم مختصين يعملوا بوتوكس واتسيترا، وعم يصير في تشويه، يعني ميله اعلى من الثانيه، وشفنا هيك قصص بقى انتبهوا، وهيدا الشيء غلط غلط غلط. شو عندك اليوم؟ اليوم عندنا مارك بيروتي مع موضوع جديد، اكيد رح نبدا مع رندا فهد، واليوم بدها تحضر لنا ديبس لايت. ايه ديب يعني مش دبس، ما في دبس لايت، ما بفتكر، بس في دبس لايت.